أعلن متحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن واشنطن تسعى لتقديم أسلحة إضافية للمعارضة السورية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية. وأوضح الكولونيل ستيفن وايرون أن هذا الدعم يأتي بعد التقدم الذي حققه تحالف قوى سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي في معارك ضد التنظيم في بلدة الهول بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. ودفعت التطورات الميدانية للإدارة الأمريكية لاعتماد استراتيجية الدعم العسكري لجماعات من المعارضة السورية المسلحة التي تصفها بالمعتدلة بدلا من خيار تدريب مقاتلين خارج البلاد.